بعض الناس سألوا عن الشيخ ربيع، قالوا كتب له سيد قطب ماذا ترى فيه؟ فقلت الحمد لله أدى كفارة عن الأمة في الحقيقة، لأنه أخذ أخطاءه وأبرز للناس الذين كأنهم يعبدونه، وهذا خير كبير لا شك فيه، خير كبير. فإذا قال أحد هذا يفرق الناس وكذا، نقول أنت الذي لا تفرق بين الحق والباطل.